عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله رب العالمين، سيدي ومولاي، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب، فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أإله مع الله؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون ترى، هو خالق، هو رازق، في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. لا إله إلا الله. وأصلي وأسلم وأنتم معي على حبيب قلبي وقلبكم سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سل عن نبينا محمد العطر وشذاه، سل عن نبينا محمد ذراع الشاه، سل عن نبينا محمد الجذع لما بكى، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. ألا تصلي على رسول الله؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد، وأقر من أعماق قلبي وأشهد بأنه رسول الله. أما بعد أحبابي، تعالوا بنا الآن نتكلم عن علاج الروح والجسد. علاج الروح والجسد، لابد لنا أن نتعلم قبل أن نتكلم، لابد لنا أن نفهم قبل أن نفهم. تعالوا بنا أحبابنا نسلم الأمر لصاحب الأمر. الروح لباريها والجسد لمن خلقه، فلا بد أن نعلم يقينا أن الله هو الذي يملك الدواء، وهو الذي بيده الشفاء، فشفاء الروح والجسد بيد الله. نسمع كده القرآن العظيم، يقول تبارك وتعالى مخبرا عن سيدنا إبراهيم حين قال عن الله جل وعلا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين،
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. الله أكبر. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أحبابي، أنا عايزك يا حبيب قلبي ويا أمي الكريمة ويا أختي الطيبة، الآن الآن والله ممكن ما نحتاج للأسباب، ولو احتجنا للأسباب لا نعتمد عليها ولا نتوكل، إنما على الله الملك الذي يملك كل شيء نتوكل. ولكن ده احنا اما بنشوف حد يروح عند الدكتور النفساني يقول له ريلاكس ريلاكس، هدوء، ينيمه كده على سرير مرتاح، مدد رجليك، استرخي، سلم نفسك تماما، ريلاكس. انا ما بقولش كده، لكن احنا بنقول الاصل، بنقول لك اعتقد، تيقن، ثق في ان الله هو الذي يملك كل شيء، كن فيكون. هتقول لي فيروس عجز عنه الأطباء، من الذي خلق الفيروس؟ من الذي خلق الأطباء؟ من الذي خلق الدواء؟ ومن الذي ابتلاك بهذا الداء؟ قد يكون هناك أسباب تضرك بنفسك، أنت الذي ضررت نفسك أو خطأ غيرك، كواحد تعامل معاك بأمور كيماوية فأضرك وأصبح الجسم يحتاج إلى تدخل. اوعى أبدا تنسى الأصل في المسألة، الله ربي وربك. احنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن أنواع من العلاجات، من ضمنها الاستغفار. إيه ورب الكعبة، الواحد بيستشعر لما بيستغفر إنه مرتاح. أول حاجة راحة نفسية، الراحة النفسية دي بتريح القلب، لما ترتاح من ناحية القلب والنفس والصدر وينشرح جسمك أوتوماتيك يخرج حاجات تكيف الجسم على مقاومة الأمراض. اسألوا أهل العلم، احنا مش دعاة درواشة يا حبيبي، لا لا لا، وانا عندي أدلة، لا أكون من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة عند المسلم ده عقيدة نصدق بها جميعا، إنما من واقع حياتنا في أدلة. منهم ناس سمعني، منهم ناس سمعني، وأكرر هذا الكلام. حبيب قلبي اللي في السويس، يوم كنت بصلي الجمعة من حوالي 15 يوم جاءني وأنا بتكلم عن اليقين وتسليم الأمر لله، قال لي يا شيخ أيمن، بصدقات كما ذكرت، لما بيجي لي حال واحد يقول لي أنا مريض ببحث له عن العلاج، من عندي؟ لا مش من عندي، لكنها بأسباب أمرنا الله بأخذها. فأشرت إليه وإلى غيره بالصدقات، فلما عرضت عليه الصدقة تصدق ودعا ربه واستغفر. بنته كان عندها ورم، هذا الورم ليس بالحميد، إنما هو ورم خبيث وبينتشر في الجسم. تبارك الملك وسبحان الله، لما قام بعمل الأشياء معتمدا متيقنا بقول الله وسنة رسول الله، راح ياخذ عينة من مكان الورم. الدكتور اللي شاف التقرير عجب، قال له خد بنتك وروح. قال له ليه يا دكتور؟ ده انا العينه والتحليل بتقول ان هو ورم خبيث. قال له انا عارف ان ورم خبيث، بس دي حاله من ضمن الحالات النادره بين الملايين اللي بيصابوا بهذا المرض. ايه اللي حصل؟ قال له والطبيب بتاع التحاليل
متخصص بيسحب العينة، سحب كل العينة اللي فيها أصل المرض. لا لا لا، مش بتاعت حد. علم حديث وكلام جميل، بس دي نظريات يا حبيب قلبي. نيوتن باشا لما كان قاعد تحت الشجرة وسقطت التفاحة على الأرض، الناس كلها بتنظر، بس نظرة نيوتن كانت غير نظرة الناس. ما كم تفاحة وقعت على دماغ واحد قال أي وسابها ومشي. إنما الواد نيوتن كان عنده عقل، نظر فوجد إن في حاجة اسمها جاذبية. بينه وبينك يعني، أنا عندي بحوث وقراءات بتقول إن مسألة الجاذبية دي هيجي يوم من الأيام وتنقض. إيه يا عم الشيخ، أنت هتسبك بقى وتشتغل في الخيال العلمي؟ قلت لكم أنا مش داعية دروشة، هنتكلم بحاجات وعندنا حاجات مسجلة في قناة الرحمة، ربنا يحفظها. ناس اتصلت علي على الهوى، ولو بحثنا في التسجيلات القديمة ومش معقولة هقول الكلام ده واكذب بقى وبعدين يرجعوا يدوروا ما يلقوهاش، لا موجودة على الهوى. حالة من الحالات لم تكن تنجب، والأطباء قالوا ما فيش إنجاب. طب إيه اللي حصل؟ هحكي لكم إن شاء الله من خلال الحلقة. نظريات البشر تنتقد، وقد يأتي ولد أذكى من نيوتن وينقض نظرية نيوتن. وممكن نتجرأ على نظريات البشرية، لكن الله لا، ما نتجرأش. اوعى كل واحد يلم نفسه. الله جل وعلا يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اوعى اوعى تتجرأ على الله. ويحذركم الله نفسه، مين يقدر على ربنا؟ محدش يقدر على اللي خلق، محدش يقدر على الخالق العظيم، محدش يقدر على الملك الكريم الذي خلق الكون كله. يا الله كم هي الدنيا صغيرة. سافرت إلى الصين الأسبوع الماضي، وانت طاير في الهواء ترى العالم بسيط صغير حقير. ورحلة الصين دي فيها فوائد عجيبة، إن شاء الله نبقى نفرد لها حلقة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. صدقت يا رب حين قلت اسمع حبيبي وصلي على النبي واحمد الله أصلا إن أنت مسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت في نعمة يا مسلم، أنت في مكانة عظيمة. لا أنا حسيت الفرق رغم التقدم الهائل، رغم المكن اللي شغال. الناس دي هناك مكن اوتوماتيك شغال. هنبقى نتكلم عن المسألة. تعالوا نرجع لنيوتن لما قعد تحت الشجرة وسقطت التفاحة. الواد نيوتن كان ذكي، قال لك في حاجة اسمها نظرية الجاذبية. نظرية الجاذبية نظرة بشر تنتقد من البشر. إنما علم ربنا لما نقول قال الله في كتابه، محدش يقول لي ما تنفعش، ده انت اللي ما تنفعش او انت اللي ما بتفهمش. احترم الامر اصلا او انت ما عندكش علم فتعلم. انما تقول لي ما تنفعش على طول، اقول لك لا. ما تقول نظريه نيوتن تجرأ عليه. الواد ابني لما بساله بيقول لي يا ابي يعني نيوتن جالس تحت الشجره، بيقولها بقى بطريقته يعني واد صغير، قعد تحت الشجرة سقطت التفاحة، عمل نظرية جالنا في الفيزياء، مطلعين عنا أصلا في المذاكرة ليل ونهار، ونيوتن وقانون نيوتن. ما كانتش الشجرة وقعت عليه يا أبي وريحتنا منه أصلا. يعني الواد عاوز الشجرة تقع
نظريات البشر نتجرى عليها. ينفع ان انت تقول الكلمه دي؟ ينفع، لكن على الله لا. اوعى حد يتجرى على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسلم بدايه ان الشافي هو الله. فلما اشير الى هذا الاخ الكريم بالصدقه تجمع المرض في مكان بياخد العينه، سحبت الامراض كلها في العينه. انا ما بتكلمش كلام درويش، أهل العلم من الأطباء الآن يجلسون إن شاء الله منهم أمام التلفاز ويقولون فعلا أنها حالات نادرة تحدث في مثل هذه الأمور، نادرة جدا. سبحانك رب، سبحانك رب، وإذا مرضت فهو يشفين. ده الأمر ده يخليني أتذكر تاني الكلمة اللي كنا دايما بنقولها ونركز فيها ونعيشها. تعالوا نعيشها مرة تانية، اسمع كده وركز. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. كله مات. دكتور كان بيشفي من مرض يصاب بنفس المرض. نكررها تاني عشان نفتكر، عشان نعتقد، عشان نثق في الله. ممكن الطبيب والطبيبة يقولوا لك خلاص انتهى الأمر، ما حدش يقدر يتدخلك في، أنت ميت. نقول له لا، أنت اللي ميت وأنا ميت وكلنا هنموت، بس اللي بيملك الحياة والموت الله. الذي أصابنا بهذا الابتلاء هو الملك، برسلها رسائل رحمة لكل المرضى في المستشفيات أو في البيوت ولنفس المقصرة. لما نيأس وربنا هو الله، لا أنت كده عقيدتك مش تمام. اوعى حد يأسك، اوعى حد يقنطك، اوعى حد يدخل عليك الهم والغم. ما ينفعش وانت مسلم. تحزن ازاي وانت مسلم؟ تيأس ازاي وانت مسلم؟ هناك ييأسوا، احنا لا. احنا بنوحد الله، احنا بنثق في الله. اذا بداية الامر ايها الاحباب، قد تكلمنا عن الاسباب التي يشفي الله بها الروح والجسد، ومن ضمن هذه الأشياء الاستغفار. نذكركم بالآية الكريمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشفاء يجي والفلوس تجي لك وتبقى في مكانة عالية، وكل ده بإيه؟ بإنك بتاخذ سبب من الأسباب اللي أمر بها الله، إنك ترجع للملك، إنك تقول تبت يا رب، يا رب من علينا بالتوبة والاستغفار، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأدخل أنهار الرحمة على بيوت المسلمين. اللهم آمين. أحبابي، لابد أن نسلم في البداية أن الذي يملك شفاء الروح والجسد هو الله. أنا عايزك النهاردة وانت قاعد قدام القناة المباركة، وكنت قايم من النوم أو داخل على النوم، سواء كنت بتتفرج بالليل أو في الإعادة، الهم كبير، أولاد، زوجات، عمل، خوف من اللي جاي. أنا عايز تاخد الأمور كده ببساطة، معتمدا على الله. أنا عجبني واحد راح له مهموم قوي